عبقرية المدارس الموسم العاشر ومباراة مهمة في دور الستاشر، وهفكركم بالنتيجة. عمر بن الخطاب الحوامدية 90، حسن أبو بكر الأليوبية 75. المباراة لسه في الملعب. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل مدرسة، وأول سؤال فرح. فرح محمد، اتفضل يا فرح. فرح محمد، والسؤال الأول، وهنشوف موضوع السؤال إيه. قدرات ذهنية، سؤال في القدرات الذهنية. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بثلاثين نقطة؟ 30. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية. 760 على 5 زائد 15 في 2 يساوي كام؟ محمد هشام، إجابتك 182. 182 ب30 نقطة، إجابة صحيحة. 182 هي الإجابة الصحيحة، وكده النتيجة 105. حسن أبو بكر الأليوبية 90، عمر بن الخطاب الرسمية الحامدية. جوستينا شكري، جوستينا شكري، اتفضلي يا جوستينا. هنشوف السؤال الثاني لمدرسة عمر بن الخطاب، وموضوع السؤال إيه. شكرا يا جوستينا، ارجعي مكانك. سويتش، سويتش يا جوستينا، تحب يتسألوا في ايه؟ معلومات عامة. معلومات عامة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. عشرين نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي للمحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان؟ سبع ثواني. كان عندكم إجابتين صح، يا ترى هتقول أني فيهم يا كورولوس؟ بريطانيا. بريطانيا يا كورولوس، إجابة خاطئة، مش بريطانيا. في إجابة؟ سويسرا. سويسرا يا هشام، بعشرين نقطة، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة فرنسا. السؤال الثالث أحمد إيهاب، اتفضل يا أحمد. هنشوف أحمد إيهاب والسؤال الثالث وموضوع السؤال إيه. سويتش، حدش أحسن من حد. مدرسة عمر بن الخطاب هتختاروا موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا في إيه؟ فنون. فنون، سؤال في الفنون. لو الإجابة صح ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الثمانية. لو الإجابة غلط، هيبقى لسه في فرصة لمدرسة عمر بن الخطاب. هنشوف فنون، والسؤال هو: من هي الإعلامية القديرة التي قامت بالأداء الصوتي لشخصية حسونة بالمسلسل الكرتوني بكار؟ عشر ثواني. محمد هشام، إجابتك سلوى محمد علي. سلوى محمد علي، إجابة خاطئة. مين عنده إجابة؟ كرولوس. سعد يونس. سعد يونس، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة سهير البدراوي، وهي كمان بتعمل صوت رشيدة في مسلسل بكار. طيب دلوقتي وصلنا لآخر سؤال. آخر سؤال هو اللي هيحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية. بس قبل ما أسأل آخر سؤال، عايز أروح لمحمود أحمد من احتياطي فريق مدرسة عمر بن الخطاب. إزيك يا محمود؟ الحمد لله. محمود، ما لحقناش نتكلم مع بعض وإنت موجود وسط المباراة، قلت هستنى
ونتكلم في نهاية الحلقة. محمود عايز تبقى مهندس معماري، فكرة جات لك منين؟ الفكرة عندي من زمان، بس اللي خلاني أحب المجال دوت إن أنا في المجال ده حسيت إن أنا ممكن أبدع فيه وإن أنا ممكن أعمل فيه حاجة تانية. في حد من العيلة مهندس معماري فأنت عايز تكمل المشوار؟ لا لوحدك كده. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك يا محمود. نرجع لمباراة النهاردة، وآخر سؤال أحمد مدحت. أحمد مدحت والسؤال الأخير، هنشوف السؤال الأخير وموضوع السؤال إيه. شكرا يا أحمد، ارجع مكانك. معلومات عامة، سؤال في المعلومات العامة، لو الإجابة صح ألف مبروك تأهلتوا لدور الثمانية، لو الإجابة غلط هنقول ألف مبروك لمدرسة حسن أبو بكر من غير ما يجاوبوا السؤال. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. دوس على البازر. قبل ما أسأل السؤال عايز أحيي المدرستين اللي لعبوا مباراة قوية جدا النهاردة. بغض النظر عن النتيجة وبغض النظر مين اللي هيتأهل، انتوا الاتنين مادام وصلتوا لآخر سؤال ومش عارفين مين اللي هيتأهل يبقى لازم أحيي المدرستين. جاهزين؟ معلومات عامة، والسؤال هو تعد مها الرباط هي أول امرأة تتولى رئاسة إحدى الوزارات المصرية، فما هي؟ تعد مها الرباط هي أول امرأة تتولى رئاسة إحدى الوزارات المصرية، فما هي؟ محمد ربيع، لو إجابتك صح ألف مبروك اتأهلتوا لدور الثمانية. وزارة إيه؟ الصحة. وزارة الصحة بـ30 نقطة، إجابة صحيحة. وزارة الصحة الإجابة الصحيحة، ألف مبروك لمدرسة عمر بن الخطاب الحوامدية، وهارد لك هارد لك فعلا لمدرسة حسن أبو بكر الرسمية. فرقت على آخر سؤال، محمد هشام هتلعب معانا بإذن الله على لقب أفضل لاعب في الموسم العاشر. بغض النظر عن النتيجة أنت عملت موسم استثنائي قوي جدا، ما وصلتش لدور الثمانية ولكن تستحق أنك تلعب على لقب أفضل لاعب. نحيي كلنا مدرسة حسن أبو بكر الرسمية. أفضل لاعب في ماتش النهاردة محمد ربيع، 85 نقطة، برافو يا محمد. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 225 نقطة، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 1,125,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 18,570,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. ألف مبروك لمدرسة عمر بن الخطاب، اتأهلتوا لدور الثمانية، بس خلي بالكوا اللي جاي أكيد أصعب. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.